10 أيام وينتهي العهد، إلا أن الكثير من الملفات لا تزال عالقة، ومن بينها موازنة العام 2022 التي يرفض رئيس الجمهورية التوقيع عليها منذ أكثر من شهر، علما أن فريقه صوت لصالح الموازنة عند إقرارها في مجلس النواب. فرئيس الجمهورية يبدو أنه لن يرد القانون، على اعتبار أن إجراء من هذا النوع يعني عقبة إضافية في وجه صندوق النقد الدولي. لكن في الوقت نفسه يبدو أنه غير مقتنع أو ينأى بنهاية عهده عن هذا الوزر الثقيل. ولكن ما مصير الموازنة بعد مغادرة عون؟ أنا ما عندي فكرة شو بدي أعمل في حكومة رئيس فيها، لكن التكتل يلي بيمثل في حكومة رئيس مجلس النواب صوت مع هالموازنة. نحن كنا مصوتين ضده، ما بعرف إذا رح يوقع رئيس جمهورية ولا لا، ولكن حكما كقانون ستنشر بالجريدة الرسمية وتصبح نافذة. للأسف فيها شوائب كثيرة، ويمكن أنا برأيي فيها ضرر كبير أيضا، لأن في زيادات في مثل نوع من عطاءات ومدفوعات مباشرة لموظفي القطاع العام، وفي تعديلات على رسوم عقارية وغير رسوم وبعض الضرائب وغيرها. هذه كلها تصبح نافذة عند إقرار الموازنة، لكن كمان عند إقرار الموازنة ولا بتبدأ هذه حيز أو عند نشر الموازنة وتبدأ لتكون حيز التنفيذ، سيكون لها أثر اقتصادي. أوقع رئيس الجمهورية أو لم يوقعها، تكتل النيابي بمجلس النواب كان صوت له وأقر ومشيها. الموازنة التي أتت متأخرة نحو 9 أشهر بدت ضبابية والأرقام غير واقعية، وحده العجز كان جليا، بينما حاول مجلس النواب أن يوفر الإيرادات الممكنة من خلال سلة ضرائب ورسوم وتعديلات مالية واعتماد سعر 15,000 ليرة لبنانية وسط تضخم غير مسبوق وارتفاع في أسعار السلع والمواد. موازنة 2022 هي موازنة تعميق الأزمة وليست موازنة حل الأزمة. نتائجها هي ارتفاع بالأسعار، تضخم بالاقتصاد، وطبع عملة وبعني يعني هبوط إضافي بسعر صرف الليرة. اليوم كمان يعني انتهاء العهد بهالطريقة هذه، سلمنا العهد، سلم الشعب اللبناني اقتصاد منهار كليا. مش معناتها أنه الأمور رح تتحسن تالي نهار، تستمر مفاعيل ما حصل إلى فترة طويلة جدا، وستسوء أيضا، لأنه مفاعيل اللي حصل بالست سنين الماضية ما بتنمحها بيوم ويومين، ستصبح أسوأ وأسوأ. وهيدي من ضمنه اللي عم نشوفه الموازنة، اللي عم نشوفه عدم إجراء أي خطوة إصلاحية ولا بأي شكل. الست سنين الماضية ما صار فيهم ولا خطوة إصلاحية واحدة. في الموازنة أقر المجلس زيادة في رواتب العاملين في القطاع العام بنحو 3 مرات، إلا أن من يعول على بحبوحة ما بعد العهد إنما سينتظر سنوات قبل الخروج من تداعيات الأزمة المالية. رفع عقيل، قناة الجديد.